وقد ألف العلماء من بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم، أفتى وألف العلماء في جواز واستحسان عمل المولد. فممن ألف أو استحسن أو أفتى بجواز ذلك الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، كما ذكر ذلك صاحب كتاب وفيات الوفيات، وكذلك من جملة من ألف في ذلك أو أفتى أو استحسن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذلك شيخ الحفاظ العراقي والحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، وكذلك الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، وكذلك الشيخ محمد وكذلك مفتي لبنان الشيخ مصطفى نجا والإمام العلامة المحدث القدوة الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة. فمن بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم الأمة تجتمع وتحتفل بمولد رسول الله. ففي الهند والباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا والمغرب واليمن والجزائر وتونس ومصر وبر الشام والجزيرة العربية والإمارات السبع، كل هؤلاء يحتفلون بمولد محمد، والوهابية تحرم المولد وتكفر الأمة. الوهابية هي الفرقة الشاذة المنحرفة التي ينطبق عليها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ إلى النار. وهذه فتوى إمام الوهابية شيخ الوهابية يقول: إن الاحتفال بمولد رسول الله بدعة محرمة، ويقول إن هذا العمل لا يجوز، ويشبه المسلمين المحتفلين بالمولد بالوثنيين والمشركين. الوهابية لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون إلى تحريم المولد. لماذا؟ كي لا تتذكر الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، كي لا يتوسلوا، كي لا يتبركوا، كي لا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المولد فقط، بل قال مفتيهم أبو بكر الجزائري: إن الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم عند الله من الخنزير. لا يستحون من الله ولا يستحون من رسول الله ولا يخجلون من الناس. ليس هذا فقط، هذا كتابهم المسمى مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد عبد المنعم إبراهيم الجزء الرابع. اسمعوا ماذا تريد الوهابية، إلى أي شيء
اسمعوا ماذا يقولون. الحجرة، تعرفون معنى الحجرة؟ الغرفة التي فيها قبر النبي، قبر الرسول. يقولون الحجرة تحرق بل تهدم، فإذا كان هذا بالحجرة فكيف بالقبة الخضراء؟ الله أكبر، الله أكبر. لو أن إنسانا دعا الناس إلى هدم قبر أبيك أيها المسلم، إلى إحراق قبر أبيك أيها المسلم، هل كنت ترضى بذلك؟ فكيف بالدعوة إلى قبر، إلى إحراق قبر محمد والعياذ بالله؟ لا يستحون من الله. وهذا كتاب الألباني محدث الوهابية المتمحدث الذي يدعي أنه محدث، ماذا يقول في هذا الكتاب الذي سماه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد؟ اسمعوا ماذا يريد والعياذ بالله تعالى. يقول: ولقد رأيت من يصلي خلف قبر النبي، وهذه ظاهرة وسنية. يقول عن مسجد الرسول وصلاة الناس من عهد الصحابة وإلى اليوم، يقول ظاهرة وسنية. تعرفون ما معنى وسنية؟ يعني كفعل عباد الحجر، كفعل عباد الأوثان. ويطالب بإخراج القبر الشريف من المسجد، فيقول: يضرب جدار من الشمال إلى الجنوب فيجعل القبر خارج المسجد. هذا كتاب الألباني. لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم في كتاب أحد دعاتهم الكبار وهو محمد بن عسيمين في كتابه هذا الذي يسميه شرح رياض الصالحين، يقول: ومحمد بعد وفاته لا ينفع. اسمعوا أيها الناس، أفيقوا وانتبهوا، احرصوا على المحافظة على القيم الإسلامية والأعمال التي تحض المؤمنين على الازدياد من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا اسمعوا إلى فضيحة الوهابية، اسمعوا إلى تناقضات الوهابية. فهذا كتاب حبيبهم الأول، كتاب الحراني، الإمام الأول عند الوهابية، في كتاب ابن تيمية هذا المسمى اقتضاء الصراط المستقيم، ماذا يقول؟ اسمعوا: وتعظيم المولد، وأن يتخذ موسما بقصد تعظيم رسول الله فيه أجر عظيم. قد يفعله بعض الناس ويكون فيه أجر عظيم، والوهابية تكفر من يحتفل بالمولد وإمامهم يقول فيه أجر عظيم. فبماذا ستحكم الآن الوهابية على إمامها؟ بماذا ستحكم الوهابية على إمامها الأول؟ هل سيقولون عنه كافر أم سيسكتون؟ وهذا كتاب الذهبي الذي تحبه الوهابية وهو تلميذ إمامهم، ماذا يقول في كتابه هذا المسمى بتاريخ الإسلام في ترجمة
المظفر ملك إربل الذي كان أول من أحدث الاحتفال بمولد رسول الله. تعرفون من الملك المظفر؟ صهر السلطان صلاح الدين الأيوبي زوج أخته. ماذا يقول عنه هنا الذهبي؟ كان شهما شجاعا عادلا مائلا إلى أهل السنة والجماعة، ويترحم عليه ويقول هو أول من أحدث الاحتفال بالمولد. فماذا ستقول الوهابية الآن في الذهبي؟ وهذا كتاب ثالث، وهو كتاب البداية والنهاية للإمام الثالث عند الوهابية ابن كثير. في كتابه البداية والنهاية يمدح الملك المظفر ويثني عليه ويقول أكرم الله مثواه وهو أول من احتفل بالمولد، وهو أول من احتفل بالمولد، احتفل احتفالا هائلا عظيما ضخما. هؤلاء شبهوا الله بخلقه وكفروا كل الأمة. فكتابهم هذا المسمى الدرر السنية في الأجوبة النجدية في الجزء الثاني والثامن والعاشر يقولون الدولة العثمانية كافرة، ومن لا يكفرها كافر، ومن شك في كفرها كافر. هذه الوهابية. اعرفوا من الوهابية، اعرفوا الوهابية على حقيقتها، لا تنخدعوا بهم. هؤلاء كذبوا الله، شتموا الله، حقروا رسول الله، كذبوا القرآن، كذبوا الإسلام، ويدعون أنهم صفوة خلق الله بزعمهم. كل الأمة عندهم كافرة إلا من مشى معهم بزعمهم. آمنة أم محمد، والدة محمد، وهي في قبرها لم تسلم منهم، قالوا عنها إنها في النار والعياذ بالله. قليلو الأدب مع الله ومع رسول الله ومع المؤمنين. هي في قبرها لم تسلم منهم، كفروها.